Hello guys, chapter 9 المفروض نعرف فيه حاجتين. أول حاجة الماضي البسيط، الماضي البسيط اللي هو past simple. تاني حاجة نعرفها هي reading comprehension أو passage عن السمنة. السمنة اللي هي opacity. يعني ايه opacity أو يعني ايه السمنة؟ إن الإنسان يكون overweight. أول حاجة عندنا هي الماضي البسيط. عايزين نعرف ازاي نكون جملة في الماضي البسيط، ازاي ننفي وازاي نكون سؤال في الماضي البسيط. ان احنا نكون جملة او جملة في الاثبات اسمها affirmative. affirmative يعني جملة مثبتة. جملة مثبتة يعني هي ولا منفية ولا جملة سؤال. يبقى الماضي البسيط عايزين نعرف فيه تلات حاجات: affirmative الجملة في الاثبات، النيجيشن اللي هو النفي، والانتروجاتيف اللي هو السؤال. الافيرماتيف اي جملة مثبتة في الماضي البسيط الفيرب فيها او الفعل فيها بيكون حاجتين، لاما regular لاما irregular. النيجيشن علشان ننفي هننفي didn't والمصدر، didn't plus الانفينيتيف اللي هي didn't والمصدر. الانتروجاتيف علشان نسأل هنسأل بديد plus السبجكت plus infinitive. هنسأل بديد ثم الفعل ثم المصدر. ده overview على past simple كجملة نفي سؤال. لسه دلوقتي بقى هنشرحه بالتفصيل واحدة واحدة. أول حاجة علشان أحط جملة مثبتة في الماضي البسيط بشوف الverb. الverb حاجتين، لإما أفعال منتظمة أفعال regular، لإما أفعال irregular غير منتظمة، وديت بنحفظها زي ما هي. بالنسبة للأفعال الريجولر اللي هي الأفعال المنتظمة، معظم الأفعال المنتظمة بنحط الفعل علشان عندنا فعل معين لو عايزين نحطه في الماضي بنحط له ed. مثلا الverb call يعني يتصل، call ازاي احطه في الماضي؟ يبقى called. want wanted، work worked. طيب لو الفعل اخره e زي like مش هنحط له اي دي، لا هنحط له دي بس، يبقى like liked. لو الفعل اخره واي بنشوف الحرف اللي قبله، لو الحرف اللي قبله constant، لو اللادر اللي قبله constant يعني الحرف ساكن زي كلمة cry. الverb اخره واي والحرف اللي قبله constant، ساعتها هنحول الواي لاي ونحط اي دي. فبدل كلمة cry عشان احطها في الماضي بدل ما تبقى cryed، لا هنحول الواي لاي وed تبقى cried cried. طيب لو الفعل اخره واي زي play، هل هنحول الواي لاي؟ لا. ليه؟ لان الواي قبلها حرف متحرك وليس حرف ساكن. يبقى cry هنحط لها ied لان الواي قبلها حرف ساكن، ولكن play مش هنحولها ل IED لان قبلها حرف متحرك اللي هو حرف الA. طيب كمثال I played tennis yesterday. I studied English last week. يبقى عشان احط جملة في الماضي اهم حاجة الverb ان انا احط له ED او D بس او IED. مهم ان يكون الفعل نحطه في الماضي. لو انا قلت I play tennis انا بلعب تنس، دي كده مش في الماضي. علشان اخلي الجملة في الماضي بحط للverb ed. طيب ال irregular verbs دي الافعال الغير منتظمة، دي لازم تتحفظ زي ما هي. be verb to be اللي هو فعل يكون الماضي بتاعه was or were، طبعا على حسب am و is. verb to be ال infinitive المصدر بتاعه اسمه be. بي ده متصرف لتلاتة am و is و are، دول في المضارع العادي. am و is الماضي بتاعهم was، ولكن are الماضي بتاعها were. تاني فعل عندنا begin يبتدي، الماضي بتاعها began. تالت كلمة break يكسر، الماضي بتاعها broke. bring يعني يحضر، تالت الماضي بتاعها brought. buy يشتري، الماضي بتاعها bought اشترى. build يبني، built بنى. choose يختار، الماضي بتاعها chose. come يأتي، الماضي بتاعها came. cost cost يعني يتكلف، هي ما بتتغيرش. الانفينيتيف المصدر والماضي بتاعها هما واحد. cost cost،
cut يعني يقطع. الانفينيتيف الماستر بتاعها زي الماضي. do يعني يفعل، الماضي بتاعها did. هنا عندنا draw الماضي بتاعها drew. draw يعني يرسم. drive يسوق الماضي بتاعها drove. eat الماضي بتاعها ate يعني يأكل. feel تبقى felt. find found. feel يعني يشعر أو يحس. find يعني يجد. get يعني يلاقي أو يحصل على، الماضي بتاعها got. give يعني يعطي، الماضي بتاعها gave. go يذهب، الماضي بتاعها went. have يعني لديه أو عنده، الماضي بتاعها had. hear يسمع، الماضي بتاعها heard. hold يعني يمسك، الماضي بتاعها held. عندنا في الأفعال برضو keep يعني يحتفظ به. keep الماضي بتاعها kept. know يعرف. know الماضي بتاعها know. leave يرحل، الماضي بتاعها left. lead يعني يؤدي إلى، الماضي بتاعها led. let يعني يسمح، الماضي بتاعها برضو let ما بنغيرهاش. lie معناها يركض أو يستلقي. lie معناها to rest، الماضي بتاعها lay. lose يفقد، الماضي بتاعها lost. make يفعل، الماضي بتاعها made. make يعني يعمل حاجة. mean معناها يقصد، الماضي بتاعها meant. مثلا I meant كذا كذا. meet يقابل، الماضي بتاعها met. pay يعني يدفع، الماضي بتاعها paid. الفيربات دي كلها، كل الفيربس دي المفروض انها تتحفظ زي ما هي. عندنا put يعني يضع، الماضي بتاعها برضو put. run يجري، الماضي بتاعها ran جري. say يقول، الماضي بتاعها said. sell يبيع، الماضي بتاعها sold باع. send يرسل، الماضي بتاعها sent أرسل. set معناها to arrange or prepare something. مثلا ان اعمل set للالارم، يعني ان انا بظبط الالارم بتاعي على ساعة معينة. ان اعمل set للكاميرا على الوضعية الفلانية. set للكاميرا يعني انا بظبط وضعية الكاميرا على حاجة معينة، يعني يظبط حاجة معينة. sit معناها يجلس، الماضي بتاعها sat. speak يتكلم، الماضي بتاعها spoke. spend ينفق او يعني ينفق او يقضي. لو احنا عندنا مثلا ممكن اقول he spent، الماضي بتاعها spent. مثلا he spent some days in Alex for example. spent معناها قضى مثلا كذا يوم في Alex، معناها ينفق. stand معناها يقف، الماضي بتاعها stood. take يأخذ، الماضي بتاعها took. هنا عندنا teach يدرس، الماضي بتاعها taught يعني يدرس. tell يعني يخبر، الماضي بتاعها told. think يفكر، الماضي بتاعها thought فكر في حاجة. I thought كذا كذا، فكرت كذا. understand يفهم، الماضي بتاعها understood. wear يرتدي أو يلبس، الماضي بتاعها wore يعني لبس أو ارتدى. win يفوز أو يكسب، الماضي بتاعها won كسب. write يكتب، الماضي بتاعها wrote يعني كتب. مثلا كمثال I wrote a letter yesterday، أنا كتبت جواب امبارح. مثال تاني مثلا our team الفريق بتاعنا won the match yesterday، خلاص يعني الفريق بتاعنا كسب الماتش امبارح. طيب في معلومة تكونوا عارفينها، وهي ان بنستخدم ago مع الماضي البسيط. مثلا I met my wife a long time ago، معناها أنا قابلت زوجتي من وقت كتير فات. في استخدام خاطئ للكلمة، إن معظم الناس وهي بتتكلم في الconversation بتقول بدل ago بتقول before. لا، هي المفروض ago. ago يعني فات. طيب احنا كده ازاي عرفنا ازاي ان احنا نعمل جملة في الإثبات، جملة عادي خالص في الماضي البسيط. طيب دلوقتي عايزين نعرف ازاي ننفي الجملة. يعني بدل ما اقول في الماضي انا رحت الجامعة امبارح، لا انا عايزة انفي، عايزة اقول انا ما رحتش الجامعة امبارح. انفي ازاي في الماضي didn't والmaster. didn't plus infinitive
يعني infinitive يعني مصدر. يعني ايه مصدر؟ مصدر يعني الفعل من غير اي اضافات، بمعنى كلمة play دي مصدر من غير اي اضافات ليها. لو انا قلت plays مش مصدر، لو انا حطيت لي play s دي كده مش مصدر، لو انا قلت played مش مصدر لان انا حطيت لها ed، لو انا قلت playing دي مش مصدر لان انا حطيت لها ing. المصدر هو الفعل من غير اي اضافات. كمثال they didn't go to Spain this year. didn't go أي didn't plus المصدر didn't go didn't get didn't play didn't write didn't learn okay didn't make didn't plus الفعل في المصدر. ده ازاي ان احنا نعمل نفي في الماضي. لو انا قلت جملة مثلا في الماضي I went to school I went، ده كده irregular verb. لو انا عايزة انفي الجملة دي بحط didn't ورجع الفعل اللي هو في الماضي ده ارجعه لمصدره، بمعنى بدل ما اقول I went to school اقول I didn't go I didn't go to school. السؤال ازاي نعمل سؤال او جملة استفهامية في الماضي البسيط. ازاي اعمل سؤال؟ بستخدم did plus الفعل plus الانفينيتيف. الانفينيتيف المصدر، did والفاعل والمصدر. الفعل ده اللي هو ايه؟ اللي هو I, you, we, he, وشي, وات، اللي هو الفعل الضمير. طيب ازاي بعمل السؤال في الماضي البسيط did والفعل والمصدر؟ مثلا I went to school yesterday. طب انا عايز اسأل، يبقى did والفعل والمصدر. did you go to school yesterday؟ طيب did you play tennis yesterday؟ did you go to the club yesterday؟ did والفعل والمصدر. did you eat كذا كذا yesterday؟ طيب لو انا عايزة اسأل ب when او how او what او where بعمل ايه؟ بسأل بحط الجملة في did والفعل والمصدر عادي خالص، واروح حتى ال wx question بتاعت where او when او how او whatever، بروح حطها قبل السؤال. مثلا did you go to school yesterday؟ انا عايز اسأل بوير، بدل ما اقول did you go يبقى where did you go. طيب did you play يبقى what did you play. يبقى البيسك بتاعنا ان احنا بنسأل بديد والفعل والمصدر. عايز احط wh question مثلا when where اي حاجة من دولك بحطها قبل did، تبقى مثلا where did you go what did you play هكذا. طيب هنا الاكسامبل هو When did you meet your wife؟ امتى قابلت زوجتك؟ Where did you go for your holidays؟ Where did you go؟ يبقى did you meet ادي did والفعل والمصدر وقبلها كلمة when. Did you go وقبلها كلمة where. Did she play tennis when she was younger؟ عندنا did والفعل والمصدر. Did she play. Did you live abroad؟ did والفعل والمصدر. Did you live. طيب القاعدة، قلنا القاعدة الأساسية عندنا did والفعل والمصدر، ولما أجي أسأل بوين أو where أو whatever بحط صيغة الاستفهام ديت قبلها، ما عدا exception أو استثناء واحد بس بتاع who. who اللي هو من. لما أجي أسأل على من بسأل بهو والفعل على طول. يعني إيه الفعل على طول؟ يعني مش بحط did. مثلا عايز أقول مين اللي قال كده، ما ينفعش اقولها who did say that، لا بقول who said that، who discovered that، who wrote that، okay، who told you that. يبقى الاكسبشن الاستثناء الوحيد اللي عندي هو who. لما اجي استخدم who ما بستخدمش did والفعل والمصدر، who بيجي بعديها على طول الماضي، ولكن where و when و how وكل الحاجات ديت بيبقى بحطها مثلا when و did you meet، when و did والفعل والمصدر. الاكسبشن بتاعنا هو who discovered who wrote. طيب ايه امتى نستخدم الماضي البسيط؟ ايه هي استخدامات الماضي البسيط؟ ببساطة الماضي البسيط بيستخدم في حاجة حصلت وانتهت في الماضي، something that happened once in the past، حاجة حصلت مرة في الماضي، أو نمبر 2 something that happened، حاجة حصلت again and again in the past، حاجة حصلت كذا مرة، أو something that was true for some time in the past. هو استخدام الماضي البسيط حاجة حصلت وانتهت في الماضي. مثلا I met my wife in 1983.
قابلت زوجتي، يعني أول ما عرفتي عليها 1983، دي حاجة حصلت وانتهت في الماضي. We went to Spain for our holidays. They got home very late last night. كل ده حاجة حصلت وانتهت في الماضي. احنا رحنا اسبانيا في اجازتنا. They got home very late. جم البيت متأخر امبارح. I ate مثلا كذا yesterday. I went to school yesterday. We visited our uncle last week. حاجة ابتدت وخلصت في الماضي. مثال تاني مثلا: When I was a boy I walked a mile to school every day. لما كنت صغير كنت بمشي a mile للمدرسة كل يوم. They always enjoyed visiting their friends. كانوا على طول بيستمتعوا ان هم يزوروا اصدقائهم. برضو I lived abroad for 10 years. دي حقيقة كانت في الماضي. كنت عايش برا لمدة 10 سنين. She played tennis when she was younger. كانت بتلعب تنس لما كانت صغيرة. يبقى الماضي بستخدمه امتى؟ بستخدمه في حاجة حصلت وانتهت في الماضي. بروح حتى الverb بحط له ed. دي كده جملة عايزة فيه يبقى didn't والmaster. عايزة اسأل did وفعل والmaster. عايزة اسأل what او where او why او اي حاجة من دولت بحطها قبل did وفعل والmaster. ما عدا الاكسبشن او الاستثناء بتاعي هو هو اللي هي من، بحط بعديها على طول الverb في الماضي. مثلا who said that, who told you that, who came, who الverب بعديه بيجي في الماضي. طيب ده كده بالنسبة للماضي البسيط. تاني حاجة في chapter 9 هو reading comprehension عن السمنة. قلنا السمنة يعني ايه؟ obesity. طيب obesity is a medical condition in which excess body fat has accumulated to the extent that it may have an adverse effect on health. يعني ايه؟ السمنة هي medical condition، حالة طبية in which excess body fat يعني دهون الجسم الزيادة has accumulated تراكمت لدرجة to that extent لدرجة that it may have ربما يكون ربما تعمل an adverse effect on health. يعني adverse، adverse معناها negative أو unpleasant، adverse معناها سلبي يعني حاجة وحشة. لما أقول adverse effect معناها تأثير سلبي. يبقى السمنة هي medical condition، حالة طبية اللي فيها الدهون الجسم تتراكم لدرجة إنها يبقى ليها ضرر على الجسم أو ضرر على صحة الإنسان. leading to reduced life expectancy and or increased health problems. معناها ان هو السمنة بتأدي لنقص العمر، مش نقص العمر، هي بتأثر العمر. reduced life expectancy بتأثر العمر and or increased health problems بتعمل مشاكل صحية كتير. يعني ايه بتأثر العمر؟ بتجيب مشاكل صحية كتير للناس الأوبيس او اللي هم الأوفرويت، فبتأثر من عمرهم. obesity can cause various diseases. السمنة ممكن ان هي تسبب يسبب various diseases يعني امراض مختلفة، such as heart disease مرض القلب، type 2 diabetes اللي هي السكر الحالة التانية اللي هي diabetes فيها حالات وهو الحالة التانية، breathing difficulties during sleep يعني بيتنفس بصعوبة أثناء النوم اللي هما يعني صعوبات في التنفس أثناء النوم، high blood pressure ضغط الدم العالي، certain types of cancer يعني حالات معينة من الكانسر، and osteoarthritis اللي هي التهاب المفاصل. there are now almost 1 billion obese adults in the developing world. دلوقتي في ما يقارب بمليون adults اللي هم الكبار الناس الماتيور. obese معناها overweight جاية من obesity، okay؟ اللي هي الadults اللي هم overweight أو تخان in the developing world. developing world اللي هو العالم النامي اللي هي زي الدول النامية، ودي عكس كلمة developed. developed اللي هي العالم المتطور. developing world العالم النامي. This figure was around 250 million in 1980. The obese adults في the developing world كانوا حوالي 250 مليون في سنة 1980.
ولكن العدد ده بتاع ال overweight people، قلنا overweight هي هي زي obese يعني تخين. عدد الناس التخان has almost quadrupled، has almost quadrupled. quadrupled معناها زاد 4 أضعاف، يعني بدل ما هو 250 مليون زاد 4 أضعاف في آخر 35 سنة، in the last 35 years. A report from the Overseas Development Institute said 1 in 3 people is overweight. التقرير من المعهد بيقول ان 1 من كل 3 هو overweight، يعني من كل 3 في 1 منهم تخين. Obesity is most commonly caused by a combination of excessive dietary calories and lack of physical activity. السمنة هي most commonly يعني الشائع انها بتحدث نتيجة لحاجتين: dietary calories، calories كتير من الاكل، وفي نفس الوقت lack of physical activity يعني نشاط بدني قليل او نقص النشاط البدني، يعني الحد الـ overweight ده بياكل كتير ومش بيلعب رياضة ومش بيعمل اي نشاط بدني ان هو يحرق الكالوريز اللي داخله له من الاكل. Few people are eating traditional healthier food. ناس قليلة قوي اللي بتاكل الاكل الصحي او الهيلثي. Changes in lifestyle. The increasing availability of processed foods and advertising have all led to dietary changes. Changes in lifestyle يعني الناس اللايفستايل بتاعها مش healthy، مش good، في تغييرات اللي هي تغييرات سلبية انهم بياكلوا اكل من برا مثلا. The increasing availability of processed foods اللي هي الاكلات المصنعة، اللي هي الاكلات الجانك فود اللي احنا بنجيبها من برا، بقت متاحة اكتر، اي حد بيطلب order في اي وقت. والادفيرتايزنج اللي هي الاعلانات، الاعلانات ان هم يعلنوا عن الحاجات الضاره بالصحه. كل الحاجات ديت بتؤدي لتغيرات في الدايت تشينجز، اللي هي تغيرات في الدايت او في النظام الغذائي للبني ادم، اللي هو بيصبح نظام غير صحي. The primary treatment for obesity is dieting and physical exercise. العلاج الاساسي للسمنة هو ان احنا نعمل نظام غذائي كويس، نظام غذائي صحي ومش كالوريز كتير، وفي نفس الوقت نعمل نشاط بدني او رياضة physical exercise. To supplement this ان احنا نكمل الرياضة يعني بجانب الرياضة والنظام الغذائي، او في حالة فشلهم يعني لو حد بس عامل دايت ورياضة وفي نفس الوقت مخسش، anti-obesity drugs may be taken to reduce appetite or inhibit fat absorption. Anti-obesity drugs اللي هي الأدوية بتاعة التخسيس، أدوية التخسيس ممكن تتاخد إن هي تقلل الشهية. أدوية التخسيس بتشتغل على حاجتين، لإما بتعيق امتصاص الدهون فبالتالي الجسم ما يخزنش دهون ويدخن، لإما بتعيق الشهية، قصدي يعني ما مش بتخلي الانسان يجوع، بتعيق الشهية بمعنى ان هي بتقلل جدا الشهية، بمعنى الانسان ما يجوعش وياكل فيزود الكالوريز بتاعته. يبقى anti-obesity drugs may be taken to reduce appetite، تقلل الشهية، or inhibit تعوق الفات absorption اللي هو امتصاص الدهون. In severe cases في الحالات الحادة some surgery is performed to reduce stomach volume. Some surgery في الحالات الشديدة أو الحالات الحادة اللي منفعهاش كل الكلام اللي فوق ده، الأدوية والدايتينج والفيزيكال إكسرسايز، some surgery is performed to reduce stomach volume، يعني بيعملوا أو بيأندرجو عمليات جراحية زي اللي هي تكميم معدة وتحويل المسار والحاجات دي كلها، إن هي بتقلل الفوليوم أو حجم المعدة وبتقلل الابيليتي القدرة إن الجسم يمتص العناصر الغذائية من الأكل، النيوترينتس اللي هي العناصر الغذائية من الأكل، from food. All world governments should do their best to fight obesity. كل حكومات العالم لازم تبذل أقصى ما في جهدها إن هي تحارب السمنة. Two countries، دولتين، Denmark and South Korea. الدنمارك وجنوب كوريا have done very well in the past few decades، يعني اشتغلوا كتير، عملوا كتير كويس، حاجات كويسة in the past few decades في العقود الأخيرة الماضية، to deal with إن هم يتعاملوا مع with obesity problem، مع مشكلة السمنة. Denmark
introduced laws against trans fatty acids. يعني الدنمارك عملت قوانين ضد الدهون المشبعة. الدنمارك introduced laws against trans fatty acids, بمعنى ان هي خلت المطاعم restaurants must be very careful, لازم يكونوا حريصين جدا about the kind of fats they use to cook their food. الدنمارك عملت قوانين ضد الدهون المشبعة ان المطاعم لازم يكونوا حريصين جدا عن نوع الدهون اللي هما بيطبخوا بيها عشان ما يسببوش الاوبيسيتي او السمنة للناس اللي بيأكلوا عندهم. On the other hand, على الناحية الأخرى, South Korea, جنوب كوريا, started a public education program 20 years ago. يعني South Korea, احنا عرفنا دلوقتي الدنمارك عملت ايه؟ انها عملت قوانين ضد trans fatty acids او الدهون المشبعة. South Korea بقى عملت ايه؟ عملت برنامج تعليمي عام من 20 سنة فاتوا ان هو يحذر الناس من مشاكل السمنة. It warned people about the problems of obesity. The government of Korea said, حكومة كوريا بتقول, we must encourage our traditional foods. لازم ان احنا نشجع الاكل اللي هو التقليدي, اللي هو مش processed, اللي هو مش مصنع, which are low in fats and oils, high in vegetables, high in seafood, and so on. اللي هو الدهون بتاعته traditional foods اللي هم عايزين يشجعوه, ده الدهون بتاعته قليلة, الزيوت يعني الدهون والزيوت وكل حاجة قليلة, انه مفهوش دهون مشبعة, و high in vegetables يعني كله معتمد على الخضروات, high in seafood, فيه seafood and so on. يعني عايزين يشجعوا الأكل healthy ويبعدوا كل البعد عن الدهون المشبعة والمصنعة اللي هي processed food. فالبرنامج اللي هم عاملينه South Korea, there was a lot of public education, كان في تعليم public يعني عام يعني العامة, الناس كلها لازم تتعلم وتتدرب, a lot of training, تدريب كتير, and a sense that Korean food, الأكل الكوري is good for you. يبقى هو معروف ان الأكل الكوري ما يبقاش فيه دهون مشبعة, ما فيهوش اي حاجة تسبب السمنة للناس. ده exercise على synonyms. synonyms معناها معاني الكلمات. Synonym match يعني عايزين نعرف الكلمات اللي على الشمال زي figure, institute, quadruple المعنى بتاعها من على اليمين. فأول حاجة, أول كلمة عندنا figure. figure مذكورة في الباسج بمعنى number, لما قال الرقم ده كذا كذا الفيجر معناها هنا number. تاني واحدة institute اللي هي المنظمة أو المعهد للصحة. institute هي organization, الناحية التانية معناها organization. تالت كلمة quadruple قلنا ان هي يتضاعف اربع مرات, become four times more, become four times more يعني باربع مرات ضعف الرقم. primary معناها basic اللي هو الاساسي. increasing معناها growing بيزيد. inhibit معناها يعوق, لما كانت مذكورة في يعيق امتصاص الدهون. inhibit معناها prevent يعوق او يمنع. supplement معناها ان احنا نكمل الحاجة ديت او مكمل, على حسب هو noun او verb. supplement اللي هو addition حاجة زيادة. adverse قلنا حاجة negative او حاجة unpleasant, فهنختار كلمة harmful معناها ضار, adverse معناها harmful. expectancy معناها something expected, حاجة متوقعة. لما قلنا مثلا الإنسان متوقع أن يعيش 60 سنة, ولكن الناس الأوفرويت بيحصل لهم مثلا لو حصل لهم أسر عمر مثلا يعيشوا less than expected, يعني لهم متوقع لهم يعيشوا 60 سنة يعيشوا بس مثلا 50 سنة. expectancy معناها something expected. osteoarthritis معناها التهاب المفاصل او الامراض اللي بتصيب العمود الفقري والعظم, التهاب المفاصل. اخر واحدة accumulate اللي هو يراكم, معناها collect and increase, بيجمع الحاجة ويراكمها. ده كده chapter 9, خدنا فيه الماضي البسيط, the past simple way, الobesity.